لا جد سؤال، يعني انت ما تروم تسأل ربيعك هو وين يشتغل من دون ما تسأله كم معاشك؟ وين تشتغل؟ اشتغل في بنك. اذا كم يعطونك؟ شلك ايش دخلك انت؟ ايش دخلك كم يعطوني كم معاشي؟ حوالي زين، قول لي حوالي. انت ما تستفيد شيء من حوالي واحد جايني. انت كم تطلع من تيك توك وسناب شات؟ شلك انت، انا كم اطلع؟ انا يكون استغرف من بيتكم، مالك خصت انا كم اطلع؟ لا يحرجك. اذا لا لا قول كم يعني، ما اقدر كم تقريبا يعني. ليش يبغى يعرف تقريبا؟ ما اعرف. اي واحد يبغى يعرف معاشك كله يقول تقريبا يعني كم. شلك انت بنك تبغى تخسر نص معاشي؟ مالك خص. سب العروس يوم يسألك أسئلة بس اللي ما لها داعي. تبغى سي تخطب أنت زيتك وين تشتغل؟ يلا تقول له أنت حين آمنا بالله اشتغل مثلا البترول. إذا كم معاشك؟ بدينا بالأسئلة التافهة صح، كم معاشي؟ قدام عياله عاد تعال 40-50 ألف، تلقى واحد من ورا ويل خيبة ما عندهم شغل. زيت شو تداوم في البترول يعني؟ شو تسوي؟ ماشي يعني خلوني اشفط بترول بيب ويلس، اشفط بترول وتفلت. شلك شلك انت تبغى تعرف شو طبيعة شغلي في مال البترول؟ والله يطلع لك بس الى ابو العروس ما تي ملان. لا احنا ما نعطي عيالنا اي شيء، احنا ما نعطي عيالنا اي حد. عليك ديون؟ عليك انت لو عرفت ان علي ديون بسددهم ما لك خص. تعطيني بنتك ولا ذليتنا؟ ترى يتم يال الساكت شي عيالسين اوه عيال أربعة من عيالك. دائما الواحد ما في شنب يكون شيء من التفا عمره 16 والعود يالس غترة وعقال، وفي واحد في النص اللي في النص دوم ما يدانيك ما يداني يعني يقولهم لا 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 تزوجون ها شريب. وانت كيفكم شرب كل حد في الدنيا؟ شو سالفتك انت؟ تجلس يشرب اللبو شاي حافظ شيء من القرآن؟ شلك بسمع انا عندك؟ ليش تبغى تعرف اذا انا حافظ شيء من القران؟ لحظه ايش صدق؟ دائما حد من عياله يبغى يفتح مواضيع هذه لطف الجو، ودائما يكون يالس وياهم خالهم. خالهم دائما يكون دب متين يالس ويتفلسف، هو اللي بس يزيد شكر في الشاي. ابو محمد ازيد لك شكر؟ انت شو جايبينك في الخطوه بس تزيد شكر حق الناس؟ محمد ازيد لك شكر؟ ها؟ سعود سعود يالس ولدنا الصغير هذا سعود، ليش جايب لنا ولدك الصغير؟ خله داخل، روحه ما في شنب. ويالسين تسألوني أسئلة مال من سيربح المليون، كم معاشك؟ عليك دين ما عليك دين؟ تتشوت بيري لتشوت يسار ولا يمين؟ ترون تمشي وانت مغمض عينك؟ أي سؤال ملانين. تبغى شكر أبو محمد؟ يترس شكر. شلك شلك شو دخل شلك الموضوع؟ وانت ليش لابس جاكيت في الحر؟ ليش مطير البرد؟ ليش لابس جاكيت؟ خلاص كيف يعني حط على عمري تمارك خص. مستحيل ابو العروس يعرف يلبس العق، يعني تدوم تلبس عقالك صح؟ ليش يوم التيني تحط العقال هني فوق؟ لاعبين هذا في القريه العالميه وفارين ودش على راسك بالغلط؟ خلاص البسه عدل حطه هني. وانت كم شاي تشرب في الخطبه؟ دلش كبرها. شكر اكثر عن الشاي. انا ليش وايد مركز على الشاي مالهم ما اعرف صراحه، بس قهرني كان. بس لسانك ما احترق من هالشاي؟ اعطوني شاي زين. لا انا قهوه يجيبوا لي، دائما يخلون ولدهم الصغير يصب لي قهوه. سعود قوم صب لي قهوه. اي لس لا اي لس فاضل لك انت وقهوتك، يمزر لي اياها لين اخر شيء. ساير تخطب انت في نص الخطوبه، الساعه 8:30 اذن، يلا يلا يا جماعه خلينا نقوم صلاه. راشد ام فينا تعال تختبرني يعني؟ تبى تشيك اذا صدق انا اعرف اصلي ولا لا يعني؟ ولا ايش سالفتك؟ ليش تباني ام فيك؟ خلاص بنسيل مسيد شيء مسيد قدام بيتكم. لا يبى يصلي في بيتهم اني انا لازم اكون الامام. الك اسئله ليه ما يخليك تكره البنت وتكرهه وتكره العائله الكريمه كلها؟ بنتي ترى ما تحب تسكن ويا شمون اهلك زي، مو مشكلة ما بيت بروحنا. كم طابق البيت؟ طابقين. أرضية رخام. أنت شاعر ما عندك شغل؟ ما عندك شغل؟ إيه ما أرضية رخام حمام بدون مغسل شي أوكي حقك؟ شو أقول لك يعني الحين؟ شو هالأسئلة؟ بتعطينا بنتك ولا تقوم أصغتك أنت يا عقالك اللي طايحة ورا يا عيالك كلهم هالكترة؟